اوكي، واحد من اهم الاشياء المزعجه اليوم اللي يعاني منها المستخدم على الموبايل هو استهلاك للبطاريه المفرط. واليوم راح نتعرف على 10 نقاط ممكن تساعدكم على انه موبايلكم يبقى اكثر من 100% خلال اول سنه استخدام. يعني لو انتم اشتريتوا جديد ممكن اذا طبقتوا هاي الاشياء انه موبايلكم يوصل الى 100% واكثر، لانه اني سبق وجربت هذا الشيء خلال هاي السنتين الاخيره وموبايلي ما زال فوق ال 100%. الشيء الثاني، ممكن انت لو موبايلك اقل من 100 ممكن يحافظ على عمر البطارية اللي انت حاليا بيه لو طبقت هاي العشر نقاط. واول نقطة راح نبدأ بيها هو شحن الموبايل. من الضروري ان تشحن موبايلك بين العشرين والثمانين. ممكن سمعتوا هاي الفقرة هواية، وهاي الفقرة اول ما سمعت بيها انا شخصيا ما صدقتها، لكن من استخدمتها وجربتها على المدى البعيد حسيت بفرق واضح 20-80%. ممكن مثلا 30% وتشحنه، ممكن الى 90% تشحنه، لكن حاول تبقى بين هاي الارقام اللي هي 20-80%. الفقرة الثانية انه لازم تشحن موبايلك بشاحنة اصلية، لا تشحنوا موبايلاتكم شاحنات رخيصة. لا تسترخص انه تشتري موبايلك شاحنة اصلية، خصوصا انه بهاي الفترة معظم الموبايلات قامت تجي بدون شاحنات، او ممكن انه شاحنتك تعطل، فلا تشتري لها شاحنة رخيصة ب 2 او 3 دولار او 4 او حتى 5 دولار. اشتري الشاحنة الأصلية، خصوصا مثلا لو أخذت آيفون أخذ شاحنة 20 واط، وهذه أفضل شاحنة تقدر تستخدمها للموبايل مالتك، لأنه أبل مخصصت لك هاي الشاحنة خصيصا حتى أنه موبايلك ما يتعب أو بطاريته تتعب من خلال الشحن، من خلال شاحنات غير أصلية. الشغلة الثالثة هي بالإعدادات، لازم تطبقوها لأنه هاي جدا جدا مهمة. فتروحون للإعدادات مالتكم، تروحون للبطارية، بعدين تروحون إلى حالة البطارية مال الموبايل. فشايفين هاي الشحن، شحن البطارية المحسن، هذه خلوها دائما مشتغلة، لأن من خلال هاي الفقرة الموبايل مالتك راح يتعلم نظام الشحن مالتك، فيوقف شحن على فقرة معينة أو على مكان معين أنت دائما تتعود إنه تشحن موبايلك بيه. فأنت لو طبقت نظام 20-80% فموبايلك راح مباشرة عند 80% يوقف شحن نوعا ما لحد ما تشيله، أو بعدها راح يكمل شحن لكن بمستوى جدا بطيء. فهذه الفقرة جدا جدا مهمة. الفقرة الرابعة هو استخدام الدارك مود. نعرف انه ممكن انت اليوم عندك موبايل ويكون اولد، اذا شاشة الموبايل مالتك اولد استخدام الدارك مود او اللون الداكن للموبايل او الخلفية الداكنة جدا جدا ضروري، لان هذا راح يساعد انه البكسلات اللي راح تظهر باللون الاسود هي اصلا بكسلات مطفية، يعني ما تشتغل، لان مثل ما نعرف انه الاولد كل بكسل بي هو يضيء نفسه. فانت من تستخدم الدارك مود يعني البكسلات اللي راح تكون سود او الشاشة المكان اللي راح يكون بيها اسود هي بكسلات مطفية ما تشتغل، هذا معناته انه راح يكون اقل استهلاك للطاقة، وهذا شيء ضروري جدا. فكل اللي عليك تسوي انه تسوي سوايب، اذا كانت عندك هنا الدارك مود تقدر تشغله وتطفيه، او تروح الى الاعدادات شاشة العرض والاضاءة فتستخدم الفاتح او الداكن، وممكن تبقي تلقائي انه حسب الوقت الشروق والغروب، لكن انا انصحك انه تبقي دائما داكن، لانه بهاي الحالة اذا تلاحظون هاي المناطق السوداء هي هاي مناطق مطفية، البكسلات مالتها مطفية تقريبا ماخذة نص الشاشة في بعض الاحيان، فهذا الشيء معناته انه موبايلك قاعد يستخدم نص الطاقة في هذا الوقت الحالي. اوكي، الفقرة الخامسة اللي هي خدمات الموقع. فاذا تروح الى الاعدادات تنزلون جوا للخصوصية اللي صايرة جوا البطارية، عندك خدمات الموقع اللي هي من خلالها تتبع الموقع مالتك، تستخدم الموقع مالتك، التطبيقات بصورة عامة كثير من التطبيقات تحتاج تستخدم الموقع مالتك، لكن بعض التطبيقات الاخرى انها ما تحتاج تستخدم الموقع مالتك، فتجي تطفيه. فاذا تشوف مثلا هنا معظم التطبيق مالتي مكتوب عليها اثناء الاستخدام، لو نشوف مثلا هذا التطبيق مكتوب دائما لانه انا احتاج دائما انه يكون يستخدم الموقع مالتي حتى يسوي اجراء معين، واذا تشوفون انه العلامة او السهم البنفسج معناتها انه في اخر 24 ساعة تم استخدام الموقع مالتي من قبل هذا التطبيق. هذا الشيء بالنسبة لي عادي، لكن بقية التطبيقات تشوفهم معظمها انه هو اثناء استخدام التطبيق. كل اللي عليك تسوي مثلا لو نفترض انه هو دائما تقدر تدخل عليه تسوي مطلقا، يعني انه ابدا سؤال في المرة القادمة او عند اشتراك، او ممكن تسوي اثناء استخدام التطبيق. هذه افضل حالة انه تقدر تختارها هو اثناء استخدام التطبيق، لكن انا راح اخليه هنا على دائما لانه انا احتاج هذا التطبيق يبقى دائما. فانت شوف كل التطبيقات اللي عندك وحاول تغيرها الى اثناء استخدام التطبيق. الفقرة السادسة هي تعتمد على انه انت بالاجواء اللي انت بيها. حاول دائما انه تبقى مكانك مكان بارد، يعني لا تحاول تعرضه لأشعة الشمس او مكان حار جدا، حاول قدر الامكان انه تخليه بمكان بارد يعني بعيد عن الحرارة.
هذا الشيء ضروري جدا حتى موبايلك ما يحمى، حتى موبايلك ما يستهلك طاقة أكثر، وبالتالي البطارية مالتك ما راح تستهلك. قدر الإمكان خلي موبايلك بمكان بارد ولا تخليه بمكان حار، لأنه هاي الفقرة راح تساعد على عمر البطارية مالتك إنه يستمر أكثر. الفقرة الأخرى هي الوجيتات. بعض الناس إنه تشوف وجيتات حلوة فشيء كلش حلو، لكن حاول تمسح الوجيتات اللي أنت تشوفها مو ضرورية جدا بالنسبة لك، اللي ما تستخدمه، اللي أنت خالها فقط للكماليات لا أكثر ولا أقل، لأن هاي الوجيتات لما تتحدث وتتحدث معلوماتها راح تستهلك للطاقة حتى لو أنت ما مستخدمها. مثلا خلينا نقول وجيتات الطقس أو ما إلى ذلك، هاي لما تحدث دائما معلومات مالتها إنه الطقس يتغير من ساعة إلى ساعة، معناتها إنه قاعد تستهلك للطاقة بدون ما أنت تدري وبدون ما أنت تحتاج هذا الشيء، لأنه كم مرة تريد تعرف انه الطقس اليوم مش قد راح يكون. فلو انت ما تحتاج هاي الوجيتات امسحها نهائيا، لان هاي الوجيتات ممكن تستهلك للطاقة، او اكيد انه راح تستهلك للطاقة اثناء انه انت ما راح تحتاج هاي المعلومات. اوكي، الفقرة الثامنة انه انت تغلق التطبيقات اللي ما تحتاجها، يعني خلي نقول كذا مرة باليوم تغلق التطبيقات اللي انت ما راح تستخدمها حاليا. فكثير من التطبيقات لو سوينا سوايب انه راح نشوف كثير من التطبيقات انه احنا فاتحيها حاليا ما نحتاجها، فشو نسوي؟ نسيدها واحد ورا الثاني، لانه هاي التطبيقات مو ضروري بالمية انه تكون موجودة. ممكن بعض الناس يقولوا لك اي انه انت الموبايل مالتك لازم يتحمل هذا الشيء، انه هاي التطبيقات تكون موجودة، لانه الرام لازم يكون قوي وكافي وما الى ذلك. صحيح انه ممكن كثير من الموبايلات خصوصا مثلا الايفون 13 برو ماكس او اجهزة فلاكشيبز اليوم لازم تتحمل انه هاي التطبيقات تبقى مفتوحة، لو احتاجتها راح تدخل لها راح ترجع الى المكان اللي انت جيت تستخدمه مباشرة بدون اي مشكلة، لكن هاي التطبيقات من تكون مفتوحة هم تستهلك طاقة، فالافضل انه تغلقها واحد واحد لو انت متحتاجها خلال اليوم كذا مرة، فشيء جدا راح يساعد على استهلاك الطاقة وراح يقلل من هذا الاستهلاك، بالتالي البطارية مالتك راح تضل عمر وياك اكثر. اوكي، الفقرة اللي قبل الاخيرة هي تحديث التطبيقات في الخلفية. كثير من التطبيقات اللي تكون بالخلفية تحتاج انه تحدث معلومات حتى لو انه مو مفتوحة، حتى لو انه مو موجودة على صفحة مالتك. بصورة رئيسية هاي التطبيقات ممكن تستهلك طاقة من دون ما انت تحتاج هاي التطبيقات انه تشتغل، فكل اللي عليك تروح انه تسوح للإعدادات، تروح الى العام، تروح الى تحديث التطبيقات في الخلفية وتشوف شنو هاي التطبيقات اللي مفتوحة عندك. لو انه هاي التطبيقات تحتاج انه تحدث المعلومات مالتها بالخلفية، مثلا نقول الواتساب لانه انت تحتاج دائما تتواصل وما الى ذلك، خليها مشتغلة. لو مو محتاج انه تحدث المعلومات بالخلفية فاغلقها، مثل هذا التطبيق انه انا ما احتاجه راح اغلقه، مثل الاب ستور انا ما احتاجه راح اغلقه، مثلا خلينا نقول بوكينج هذا انا ما احتاجه راح اغلقه. كثير من الشغلات او التطبيقات اللي انا ما استخدمها اغلقها، لانه بهاي الحالة راح يقل استهلاك الطاقة من خلال انه هي تطبيقات ما راح تشتغل بالخلفية وقت انه انا اصلا ما احتاجها. فحاول تروح لهاي التطبيقات واحد واحد وتشوف اي تطبيق انه تحتاجه يبقى شغال واي واحد يبقى مثلا خامل لانه انت ما راح تحتاجه. اوكي، الفقرة الاخيرة هي همنا مهمة جدا اللي هي الاشعارات. كثير من التطبيقات عندنا اليوم احنا ما نستخدمها الا مثلا مرة او مرتين او ثلاثة بالسنة، فليش دائما نتلقى من عندها اشعارات واحنا ما نحتاج هاي الاشعارات؟ فكل اللي عليك تسوي انه تروح للاعدادات، تروح للاشعارات، فتروح لهاي التطبيقات واحد واحد وتشوف اي تطبيق من هاي التطبيقات انت ما تحتاجه. خلينا نقول هذا التطبيق انا اصلا موقفه، فاسوي مثلا اذا اسوي سمح للاشعارات هو بالوضع الحالي، بالوضع الاول اللي انا نزلت به راح يكون بهذا الشكل، فانا مثلا ما اريد اتلقى من عنده اي اشعارات فاطفيه مباشره، لانه بهاي الحاله خلاص انه انا ما احتاجه او استخدمه مره او مرتين بالسنه، فليش اسوي هاي الفقره مال انه اسمح للاشعارات تجيني؟ اطفيها احسن، لانه بهاي الحاله ما راح يستهلك البطاريه، وبالتالي البطاريه مالتي راح تقاوم وتبقى عندي فتره اطول اذا طبقت هاي العشر خطوات بصوره رئيسيه. اذا طبقت نصها راح يكون رائع جدا، بالتالي انت اصلا حسنت من نوعيه موبايلك او حسنت من بطاريه او قللت من استهلاك البطاريه. اذا طبقت كلها بعد راح يكون افضل بهوايه، واكو اكيد خطوات اكثر بهوايه، لكن هاي الخطوات هي اكثر شيء اطبقه خلال استخدام الموبايل، ولاحظت انه خلال اخر موبايلين عندي بقت البطارية عندي أكثر من 100%، خصوصا بالآيفون 12 برو ماكس بقى عندي لمدة تقريبا 13 أو 14 شهر والبطارية ما زالت 100%. وبس، هذا كان فيديو اليوم. كالعادة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلون زر الإشعارات. سلام.